ما ثماش لا مهاجم ولا كذلك حتى الدفاع. توصل الكرة لأحمد الحرشاني، محاولة التوزيع بالفعل على مستوى نقطة ضربة الجزاء، والدفاع تحديدا عن طريق حمزة لطيفي كابتن النجم المتلوي. تبقى الهجمة ولا ضربة جزاء، ضربة جزاء للقوافل، ضربة جزاء لقوافل القفصة. غير وجهة نتيجة المباراة، المحاولة الأخيرة للتنفيذ. نوال كبيري، نوال كبيري وجه لوجه مع الحارس مهيب الشامخ، يتقدم نوال كبيري يسدد الهدف الأول، الهدف الأول، جول 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 للقوافل، الهدف الأول لقوافل القفصة عن طريق نوال كبيري. نوال كبيري الإيفواري للقوافل. إذن تتبدل نتيجة المباراة، نوال كبيري إذن في توقيت الآن 64 دقيقة لعب.